وفي كلمته أيضا أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن ثقته في أن مؤسسات الدولة لن تدخر جهدا في اتخاذ سياسات ملائمة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وإنني على يقين كامل من أن كافة الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة لن تدخر جهدا في الاطلاع بأدوارها وتنفيذ المهام المطلوبة منها سواء من خلال اتخاذ سياسات قطاعية ملائمة تتسق وأهداف ومحاور الاستراتيجية، أو من خلال مباشرة خطط العمل والمشروعات المستهدفة من أجل تحقيق هذه الأهداف.